مش عايزاه او مش حباه. كانت سابته لي. كانت سابته لي. واحده شافته قالت لها انت ده مشنوق، ده في حبل على رقبته. قامت جاريه وراه، قامت ماسكاه جابته ورمته. انا ما نعرفهاش. وفرحه الجمعة الجاية. كنت برتب امبارح اسيبه ازاي؟ عرفني ليه متجه ناحية خطيبتك؟ لأن هي اللي جت سلمته في المستشفى العام. الشقة اللي هو كان هيدخل فيها، دخلته عليها فيها، لقى اللي كان هيتجوزها مع واحد تاني، فقاموا ماسكينه الاثنين. وكانوا محترمين. اليوتيوب اللي شغل السوشيال ميديا النهارده وامبارح قضية أمير. أيوه أمير اللي هو ميكانيكي الموتوسيكلات ابن إحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى، اللي خطيبته شنائته باتفاق مع العشيق. يمكن حق الرد مكفول. هنا طلعت عمة أمير وابن عم أمير وحكى الكواليس. يمكن عمة أمير قالت أنا اللي مربياه وأنا اللي هجيب حقه كمان وكمان. لكن من خلال الشواهد اللي هي شافتها والكلام اللي وصلها، اتأكدت إن خطيبته هي اللي خلقته بالأشر، وكمان العشيق هربان. لكن الشيء المحير ان ابن عم القتيل امير اللي هو زاد عنده 19 سنة قال الشكوك كلها بتحوم حوالين المتهمة، لان المتهمة هي اللي خلقته وهي اللي جابته في توك توك لحد المستشفى. وكمان عمة امير قالت ان في احد شهود العيان مسك خطيبة امير وهي بترميه داخل المستشفى. في كلام كتير جدا متداول على السوشيال ميديا. تم دفن امير بعد تصريح الجثمان او دفن الجثمان بعد استخراجه من جثمان مستشفى المحلة المركزي، وتم دفن امير. لكن حقه فين؟ هنعرض لحضراتكم النهاردة حلقة خاصة باقوال والد امير، وايه الكواليس وايه كواليس الزواج، وازاي كانوا مجهزين، وازاي استقبل خبر وفاة ابنه امير اللي المحلة الكبرى ومحافظة الغربية ملهاش كلام غير امير 19 سنة. وده راجع لادبه واخلاقه، وانه كان دايما بيقول لابوه، مع ان ابوه كان يا سادة بيقوله بلاش الزواجة دي، بلاش البنت دي. لكن كان رد امير عليه قاسم للوالد، وان انا عاوز انتشيلها من البقرة اللي هي عايشة فيها واكسب فيها ثواب يا ابويا. اكيد زي ما قلت لحضراتكم رد الحق مكفول، وفي اخبار كتيرة جدا هنشوفها ونعرفها عن القصة او القضية اللي شغلت الترند النهاردة على السوشيال ميديا، قضية امير المحلة ابن المركز المحلة الكبرى. هنشوف يمكن كلام والده بيقول ايه، وانتظر اراء حضراتكم في الكومنتات علشان نوصل للحقيقة. امير في دار الحق واحنا في دار الباطل. مش عاوزين حق امير يروح، واللي عنده مدلول او عنده معلومة يقدر يتقدم بها للجهات المعنية ما يبخلش علينا بيها. يلا نشوف والد امير هيقول ايه، وانتظر اراء حضراتكم في الكومنتات. هو حبيب عمري وابن عمري، كان نفسي تسيبهولي. هي مش عايزاه او مش حباه، كانت سابته لي. طب مش حباه ازاي؟ وابنك الوحيد يا بابا حاولت تنتحر اكتر من مره عشان ترتبط بيه. هي زي ما تقول لي عندها عقده، والدتها منفصله عن باباها وعندها عقده. مساء الخير على مشاهدي يوم. هي مش انسانه مش طبيعيه. فتاه تفصل خطيبها قبل ايام. انا بحكي لك عن الخلافات اللي كانت بينهم. اللي بيحكي لها رسائل اقول له طب بتسيبها يعني؟ قول لي كده ابرز الخلافات اللي كانت ما بينهم، ما بين مع امير ومريم. هي كانت مشكله واحده على طول الخط، اللي هي بيجي لها رسائل من فلان من علان، بتعرف حد، بتكلم حد. هي دي كانت نقطة الخلاف الوحيدة، وقال لها أنا لما أتجوزها ويتقفل علينا باب أنا أحافظ عليها ومش أخليها تنزل السوق، وأحاول إن أنا أبلى حياتها. إيه اللي حصل يوم يا عم؟ إيه اللي حصل يوم الوقت؟ عايزينه يلا عم ياسر. إيه اللي حصل يوم الوقت؟ اللي حصل يوم الوقت هما اختلفوا مع بعض تقريبا، ضربها قامت شنقها وقامت معلقة حبل كده طرحة على ان هو ايه اللي شنق نفسه. هو فعلا قال لها هاتي هذه الطرحة بمشنق نفسي وثابته ومشت؟ ده كلام
كلام برضو سمعته اللي هي اللي هو قال لها ايه هي اللي بتقول هي قالت كده في التهيات قال لي هات الطرحه بيقول لها بنتناقش مع بعض قال لها خلاص انا هشتغل نفسي قالت له ايه خلاص خد الطرحه هي تقومشني لنفسك وقامت سايبه له الطرحه ونازله كان سبب خلافي يا عم ياسر ده كلامها كان سبب خلافي وانا قلت لحضرتك دايما هي نقطه الخلاف نقطه الخلاف واحده بس ايوه نقطة خلاف واحدة بس ان هي دايما بيجي لها رسائل على الواتس بيتكلم فلان وبيتكلم علان هو مفكرش يسيبها بيقول لي بحبها وانا لما اتجوزها هقدر احافظ عليها ومش هنزلها السوق مش هخليها تنزل واحافظ عليها ايه اجراءات القانونية انت خدتوها اجراءات القانونية يعني احنا زي ما حضرتك شايف كده زي ما حضرتك شايف انا كده قدمنا بلاغ قدمنا بلاغ رسمي واتهمها ان هي اللي قتلها لان امير اصلا لو بيخاف على نفسه لو اتخان مش خروج بيشا كده بيتوهم بيخاف على نفسه جدا يعني كان الفرح امتى؟ يوم الجمعه بعد كمان 3 4 ايام هو امير له اخوات يا حاج؟ هو وحيد امير كان بيشتغل يا حاج؟ ميكانيكي تكاتك كان مخطوبين بقاله قد ايه؟ يعني مش كتير حوالي 3 4 شهور انت 3 4 شهور ما حصلش فيهم خلافات كان بيحصل فيهم خلافات بس برضه بسبب كده انا عايز حق ابني ابني حبيب عمري اللي طلعت من الدنيا ماليش غيره من الدنيا انا عايز حق ابني عايز حقه عشان هو صلبوه هو كان عيل فريق وطيب عيل طيب وعايش على الفطره وهي قالت انت حياه النيابه والله لسه يعني التحقيقات شغاله بس هم بعتوا يجيبوا الطرف الثالث اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ اللي هو طلع معاها وبعد ربع ساعه ابني طلع بعد ساعه نزل ميت انا شفت ابنك بعد الواقع؟ لا ما شفتوش لحد حالي طب تقرير الطب الشرعي كان ايه الليل؟ لسه هيروح طنطا دلوقتي بعد ما نخلص هنا هيروح للطبيب الشرعي هل كان حضرتك بتعالج مرض نفسي خلل نفسي عصبي بتعالج من حاجه خطيبته هي ظروفها الاسريه مش مستقره مامتها منفصله عن باباها بقالهم سنين سايبينها كده محدش بيقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين كده انا شفت امبارح والدها جاي ياخد عزاكم ياخد عزم لا ده بابا كان جاي قاعد يقول هو في جاي يحقق اكن مفيش حاجه يعني جاي يقول هو في ايه اللي حصل مع ان انا مكلمه في التليفون وقلت له بنتك شنقت بين ابني لقيته جاي قاعد بيقول لي في ايه اللي حصل عايز يقعد ويتسابر يتحاكى مش جاي انا قلت له رئيس المباحث قال لك ايه؟ رئيس المباحث قال لي احنا معاك ان شاء الله هنجيب لك حق ابنك واحنا متضامنين معاك يا عم الحاج وفي رجوع حق ابنك وقول لنا اخر حاجه عاوز تقولها ايه؟ انا عايز ابني انا مش عايز حق ابني انا عايز ابني لان انا ما عنديش في الدنيا غيره انا نفسي اشوف ابني الوحداني ابن عمري ماليش في الدنيا غيره افتروا عليه وطلبوه شنقوه عيل عنده 19 سنة كان معايا حد ساعة الواقعة ولا كانت لوحدها؟ مش عارف بس هما بيقولوا ان في طرف ثالث هو كان فوق قبل ما يجي هو بربع ساعة او نص ساعة ده الامن جابه؟ لسه بيجيبوه بعتوا قوة تجيبه الناس بتقول ان هو كان من زميله او صاحبه لا ده صاحبه اللي اتصلوا عليه بعد ساعة جيب التوك توك خده وداه وداه القصر هي كانت معاه؟ كانت معاه راحت معاه القصر على ان هو اللي شنق نفسه لما نزلته مع البوابه طلعت فوق قعدت ربع ساعه من كلام محمد
اللي هو نقله القصر، قال قعدت ربع ساعة فوق بعد ما نزلتنا، طلعت الشقة قعدت ربع ساعة على ما نزلت، كانت بتربط الطرحة عشان تقول ان هو اللي شنق نفسه، مع انه كان مقبل على الحياة وفاضل له 3 4 ايام ويخش وكان فرحان، وقبلها بنص ساعة كان معايا بيقول